السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا فيكم أعزائي المتابعين. فيديو اليوم أعزائي راح نحكي فيه عن أهم المشروبات المفيدة، وخاصة في فصل الشتاء وكثرة الرشح والزكام. في البداية أعزائي عندنا مشروب الليمون بالنعناع. في كوب زجاجي راح نضيف شرائح من الليمون وقليل من النعناع، ونسكب عليه الماء الساخن، نغطي ونتركه 5 دقائق، نتناوله ساخن أو دافئ. ممكن نتناوله على الريق، فهو يخفض نسبة الكوليسترول الضار بالجسم، ويخفض كمان ضغط الدم، ويعالج المغص والإمساك. ممكن نتناوله بأي وقت، فهو غني بالفيتامين د وفيتامين سي. ممكن نتناوله لمضاد للرشح والزكام. ممكن نتناوله في فصل الصيف مع مكعبات من الثلج. أما المشروب الثاني بوصفتنا اليوم أعزائي، الشاي الأخضر مع القرفة أو الدارسين. في كوب زجاجي ممكن نضيف ملعقة وسط من الشاي الأخضر وقليل من القرفة، ونضيف له الماء الساخن، نغطيه مدة 5 دقائق ونتناوله. وممكن نغلي غلوة أو غلوتين، مفيد جدا لمرضى الضغط والسكر، يخفض السكر ويخفض الضغط. أما طريقة استخدامه فنتناوله بعد كل وجبة بنصف ساعة، ويعتبر الشاي الأخضر من مضادات الأكسدة. أما الوصفة الثالثة أعزائي فهو شراب الزنجبيل مع القرنفل. في كوب زجاجي راح نضع شريحة من الزنجبيل الطازج مع مسمار أو مسمارين من القرنفل، نضيف الماء المغلي ونغطيه ونتركه نصف ساعة ونتناوله. ممكن نتناوله على الريق، وممكن نتناوله قبل الوجبة بنصف ساعة، فهو مفيد لإزالة البلغم، ويعالج التهاب الرئة أو الصدر، ويشعر المريض بالارتياح. وفي كثير يتضايقوا من شرب الزنجبيل ويكون معهم حرقة بالمعدة، لذلك ممكن ينقعوا ملعقة صغيرة في كوب ماء بارد من المساء حتى الصباح ويتناولوا ويشربوا صباحا، كثير مفيد وما يضر المعدة أبدا. أما الوصفة الأخيرة بفيديو اليوم أعزائي وهو مشروب الشمندر السكري أو البنجر، فهو غني بالفيتامينات والمعادن، ويعالج فقر الدم والأنيميا. هو ممكن نسلقه بهذا الشكل ونضربه بالخلاط، ونضيف له كل حبتين من البنجر نضيف له حبة من الليمون أو التفاح. وأتمنى لكم دوام الصحة والعافية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.